مساكم الله بخير جميعا، رجعنا معكم بحلقه جديده من برنامج مع الناس. حلقتنا اليوم باذن الله راح تكون شوي مختلفه. ليش؟ لان باذن الله اليوم حلقتنا راح تكون في مدينه اسطنبول التركيه. راح نستضيف بعض الاشخاص الموجودين هنا ونسالهم بعض الاسئله. ما بيحرقها عليكم، خلونا نروح الحين ونبتدي حلقه اليوم. في البدايه، منو اكثر ثلاث دول عربيه تحبها؟ اكثر ثلاث دول، بدايه بنبلش بقطر، يعني تعتبر أكبر داعم للشعب الفلسطيني، والكويت لأنها برضو من الدول التي رفضت صفقة القرن. بعدها نختار سوريا لأنه يعني نفس الحالة عايشينها، وحرب ودمار، يعني الله يعيننا ويعينهم يا رب. حبيبي، في البداية منو أكثر ثلاث دول عربية تحبها؟ لبنان، سوريا، إمارات. بالنسبة لك منو أكثر ثلاث دول عربية تحبها؟ لبنان، الإمارات، صورة عام الخليج. إحنا نقول منو أكثر ثلاث دول عربية تحبها؟ ثلاث دول عربية، لبنان، والإمارات، والبحرين. ليش اخترت هالثلاث دول؟ بالنسبة للبنان يعني حكيهم حلو، طبيعتهم. بالنسبة للإمارات، الإمارات حلوة يعني بشوارعها بشبابها. بالنسبة حق سوريا؟ سوريا حلوة، أنا رحت لها قبل وأحبها يعني. شنو السبب اختيارك حق هالثلاث دول؟ لبنان نفس الكلام محمد قال، انت البلد من تروح له شوف الملقه مالته واسلوبه، وشوف الدم مالته، الضحك شلون استضحكتك حلوه، ابتسامه، وهاي تحب هذا الشيء. زائدا طبيعه، اي طبيعه حلوه. الامارات بلد متطور من ناحيه العمران، تكنولوجيا، اقتصاد، شوف العالم كله وين بالامارات، خصوصا يعني دبي. مع العلم هي مساحه مو ذيك المساحه كبيره، بس انا اقول لك يعني قلت لك تطور بيها فالشيء. في البدايه، منو اكثر ثلاث دول عربيه تحبينها؟ اولا بلدي طبعا. وين؟ المغرب. ثانيا يعني اتمنى ازور مصر، ويا ريت يا ريت لو فضلت سوريا مثل ما كانت وازورها، لاني صراحه كانت عشقي الاول، يعني تمنيت اني أزورها سوريا. صراحه سوريا. سؤال، ليش اخترتي هالثلاث دول؟ في وايد دول، تاريخهم العريق والعظيم وتنوع ثقافتهم، يعني فيهم اشياء كثيره مو موجوده في غيرهم. في البدايه، منو اكثر ثلاث دول عربيه تحبونها؟ تونس، فلسطين، وسوريا. دقيقه، الحين هي قالت تونس، فلسطين، وسوريا. انت بالنسبه لك؟ فلسطين الاولى، وتونس، وسوريا. فلسطين، وتونس، وسوريا. ليش اخترتي هالثلاث دول؟ احنا اصلا اهل تونس نحب اهل فلسطين كثير، بعدين في المرتبه الثانيه تجي سوريا. ليش اخترتي هالثلاث دول؟ فلسطين في الدم صراحة. أوه، كلام كبير. وسوريا أخواننا والله ونحب. من وين أنت؟ أنا من تركيا، من أورفا. من أورفا، من تركيا. حلو. منو أكثر ثلاث دول عربية تحبها؟ والله أحب كويت. كويت، القطر. أوكي. السعودية، وبالإمارات أبو دبي. الإمارات تحبها أبو دبي؟ بس أحب أبو دبي، أحلى أبو دبي. هما شنو، زينين؟ زينين، كويسين، ناس كويسين يعني. منو أكثر ثلاث دول عربية تحبها؟ والله أنا كشخصية، أنا عراقي، الواحد لازم يحب دولة أكبر. أوكي. أنا بالأول أحب دولتي العراق. ممتاز. والثاني دولة هي سعودية، وبعدين ثالث شيء أحب الكردستان. منو أكثر ثلاث دول عربية تحبها؟ بالأول كردستان. كردستان. بالثاني عراق، والثالث سعودية، والكويت جارنا احبه. أوكي. ما في منه. أيوه. ليش اخترت هالثلاث دول؟ السعودية، شوف، السعودية هي مقدستنا، فيها الكعبة المحرم الشريف، هي مثلا مكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء العراق، من دولتي احبه، لازم الواحد يحب دولته مو. والكويت، هم الكويت جارنا ونعزه، واكو تجارة بيننا وهيك شغلات، لازم نعزه ونحبه. ليش اخترت هالثلاث دول؟ والله السعودية مثل ما قال ابن عمي، في مكة مكرمة الكويت أحب جارنا، أحبه كثير. حاليا معانا الأخت عايشة من تركيا. من تركيا؟ تركيا، أنا من تركيا. تتكلم نوعا ما عربي، فاليوم راح نسألها من أكثر ثلاث دول عربية وأربع دول عربية تحبينها؟ واحدة كويتي. كويت. اثنين قطر. قطر. ثلاثة سعودية عربية. أربعة إمارات. كويت، قطر، سعودية، والإمارات. كويت، قطر، سعودية، إمارات. أقسم بالله. شوك جزال؟ شوك جزال. شكرا. أحسن شيء. في البداية، شنو اسمك؟ عبد الله. من وين عبد الله؟ من لبنان. عبد الله من لبنان. عبد الله، منو أكثر دولة عربية تحبها؟ غير بلادي يعني؟ إيه. والله شوف، أنا ولدان بالإمارات وأحب الإمارات، فإمارات. شنو أكثر شيء تحبه بالإمارات؟ والله هناك الجو مو حلو، ولكن أخوياي هناك وأهلي هناك. السؤال الثاني، منو أكثر شعب عربي صوته حلو بوجهة نظرك؟ بحس الشعب اليمني. الشعب اليمني؟ نعم،
بحس الشعب اليمني لانهم لهجتهم بتكون يعني كيف خامه جيده وقريبه للغه العربيه الاصليه. يعني هم اصلا يعتبروا هم اصل العرب، وبدايه بلش العرب من منطقه اليمن، وكانوا يسموها قديما النجد وهكذا. فيعتبروا يعني مشان خامه الصوت وبرضه اللغه قريبه على اللغه العربيه الاصيله، يعني مشان هيك اليمن نختار. والله مو سهل طلع بالاجابات. منو اكثر شعب عربي صوته جميل؟ عراق. ليش؟ لحظة انت ماخذ الثانيتين ليش؟ ما اقدر، لان الاصوات الجميلة كلها بالعراق. العراق هل يعني تشوفه مكتسح من ناحية الاصوات؟ كلش بالدول العربية والاجنبية، وتشوف يعني وين ما تروح تسمع اغاني عراقية، يعني ما فيها تفكير ابد. منو اكثر شعب عربي صوته جميل بوجهة نظر؟ انا هم يعني العراق عندك. هل بس لانك عراقي ولا فعلا؟ لا جديات، مو شغلات يعني عراق. بس انت اذا ترجع للماضي عندك العراق ومصر، فذني مثل ما نقول قمة الهرم. منو أكثر شعب عربي صوته جميل؟ دول الخليجية أكثر شيء يعني حلوة، كلها أصوات حلوة، بس نرجع نقول العراق بالمقدمة، ناهيك عن الدول الباقية اللي هي دول الخليج القريبة اللي نفس لهجتنا، فتشي يعني كلش حلو. الحين واحد اختار العراق، الثاني اختار العراق، الثالث اختار العراق، شنو السبب كلكم اجمعتوا على العراق؟ اول شيء احنا الفن من زمان، يعني الفن عندنا فشي كلش حلو جميل، عندنا اللغه البساطه من يعني زمان، ولا يزال ان شاء الله في تطور. يعني منو اكثر شعب عربي صوته جميل بوجهه نظرك؟ طبعا بلدي. وين؟ مغرب. المغرب؟ دقيقه بس، عشان انه هو بلدك ولا فعلا المغاربه صوتهم جميل؟ يعني انتوا تحكموا. من اي ناحيه؟ يعني المغرب ما شاء الله يعني معروف من اكثر الدول اللي فازت بجوائز القران الكريم. اول شيء يعني حاضرين دائما وبقوه في البرامج الغنائيه، فيهم عظماء ومشاهير فنانين. السؤال الثاني، منو اكثر شعب عربي صوته جميل؟ صوته جميل عنا صابر بعين، نحن يعني تونس، انا مفضل تونس يعني. تونس كثير. انت من وين؟ تونسيه. عشان كذي يعني. زين بالنسبه لك منو اكثر شعب عربي صوته جميل؟ اللبنانيين صوتهم مزيان برشا. هل تشوفين فعلا عندهم خامات جميله بالصوت؟ كاغاني ككلمات حتى. حلو. منو اكثر شعب صوته جميل بوجهه نظرك؟ بوجهه نظري هي العراق. العراق العراق تعرف شلون هي، العراق دائما مجروح لما يغني الكلمات كلها حزين ومن القلب. مجروح مجروح من القلب، يعني في احساس. الله. في احساس قوي. منو اكثر شعب عربي صوته جميل؟ السعودي. سعودي؟ اي والله. هل فعلا انت تحب الصوت السعودي؟ والله كثير احبه، هو وكويت. اي والله. زين شو اللي يعجبك بالصوت السعودي؟ هل هو صوت فيه احساس ولا شيء؟ اي والله احساس كثير، احبهم كثير والله. اي والله. وكذي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى حلقة اليوم تكون نالت إعجابكم، وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تدعمونا بضغط زر اللايك ونشر الفيديوهات، وبإذن الله القادم أجمل.